خير؟ شو صاير؟ اتصلت فيني لما قبل شوي وقال ما قدرت تقنع أهلها إنه تسافر، عشان هيك أنا كتير خايفة عليها. وانت برأيك شو؟ رح تهرب؟ تعرف نمر؟ رح قلك على شغلة. هلأ أنت وقفت جنبي وعملت مني إنسانة جديدة، مشان هيك كمان بدي إياك توقف حدا للمى، لأنه أنا كتير خايفة عليها. هي مجنونة وممكن تتصرف أي شيء، وخصوصي إنه أهلها كتير محتاجين مصاري هلأ، فهذا الشيء رح يحفزها تعمل أي شيء. الله يخليك، ما تتركها لحالها. طمنيني أنت، لازمك شيء هلأ؟ ما سألت لي على شغل؟ خلاص بكرة، وأحلى شغل. بس شو ما كان يكون ها؟ شو ما كان يكون؟ لا والله، ما بقبل أقل من مدير عام. حقك على راسي، أمرك. أنا لازم أمشي، عندي شغل. دير بالك على حالك. تصبح خير. سوسن، سوسن. ايه حبيبي؟ تعي تفرجي حبيبي، شوفي حالك هم انت عم تفردي. الله تأسريني أسر، الله عليك ما اجملك حبيبي. انا كتير تعبت وبدي نام، انت ما بدك تنام؟ طبعا بدي نام، بس بدي اتفرج على هاي الحفلة. اذا بدك تنامي ملاكي اطلعي نامي. يلا اتكلي على الله ام خليل. على عيني. الله يرضى عليكي. بدك تكتب كتابك الخميس الجاي على هدى؟ شبك يا عبير؟ ليش هيك معصبه؟ جاوبني، بدك تكتب كتابك على هدى الخميس الجاي؟ عادي واهدي وخلينا نحكي بهدوء ورواق. ما بدي لا اقعد ولا احكي، هالحكي صحيح؟ ايه صحيح. وانا؟ شبكي انت؟ شو نسيت انه متزوجين يا منافق يا كذاب؟ لا تكبري بالحكي. عادي لنفهم ولا تنسي انك مرتي. انت واحد نسوانجي وحقير. قلت لك لا تكبري بالحكي بضربك. ها بدك تاكل لعقلها حلاوه للمخلوقه؟ لك ما صار لك بتعرفها كم يوم؟ صرت بدك تتجوزها؟ عبير انت متوتره كثير. عادي واهدي وخلينا نحكي. شو بدك تعمل يعني؟ بدك تتزوجنا نحن التنتين وتخلينا نقعد مع مرتك؟ بدك عم اقول لك خلص بقى عادي. شو صار لك العمى؟ ما صار لي شيء، بس انضحك علي وانخرب بيتي. خلص عبير خلص، اهدي رح نحل كل شيء. اهدي. هن كلمتين ما في غيرهم. شوف، يا بتنهي مهزلتك هي، يا اما قسما بالله بتشوف شيء بحياتك ما شفته. رح افضحك قدام كل العالم، وانت تعرف شو يعني افضحك قدام كل العالم. أهلين عبير، تفضلي تفضلي. كريمة بيسألك، هاشم موجود؟ لا، هاشم بالدوام. مطول ليجي؟ يعني ما له وقت. خير؟ في شي؟ صاير معك شي؟ اشتقت لك كتير. دايماً اشتقت لي. بتعرف قديش بحبك أنا؟ لك آخ مني. هدي هدول عطيهم لأمك. شكرا كتير، الله يحميك يا رب يخلي لي اياك. انا رايح هلا. بتعرفي اذا بتفتحي الباب او بتطلعي لبرا هالمره راسك رح كسره. لا اكيد ما رح اعمل هيك. بدك شيء؟ سلامتك. رح ترجع تنام عندي اليوم؟ ما بعرف. حاول. رح حاول. يلا باي.
والله العظيم مو عاجبني وضعي. لو سمحتي لما تركيني شوي بالله. صاير معك شيء؟ لا ما في شيء. طيب مثل ما بدك.